جيب الكاس جيبه بهتافات تشجيعية سمعتها التلميذة ريماس وهي تنافس على المرتبة الأولى عالميا في دولة الإمارات العربية في مسابقة الحساب الذهني بمستوى دراسة الصف الثالث الابتدائي بمنافسة 18 دولة عربية وأجنبية لترفع اسم العراق وتحصد المركز الأول. أنا اسمي ريماس عباس طاهر، عمري 9 سنوات، أنا بالصف الثالث، أنا مدرسة المتلقات ذات المعايير الدولية. شاركت مسابقة الحساب الذهني اللي هي مقامة بدبي، والحمد لله قدرت أرفع اسم العراق وأخذت المركز الأول. وبعد أي مسابقة أقدر أشارك بها وراح أروح أجيبها وأجي، لأن أنا عراقية. أكثر شيء كان محمسني هناك بالمسابقة إنه كانوا الجماهير يقولوا لي جيب الكاس جيبه، والحمد لله قدرت أجي للعراق وأنا بإيدي كاس. جهود مضنية وأيام من التعب والدراسة المستمرة التي انتهت بعدم حضور أي دعم حكومي في دولة الإمارات لمرافقة ريماس وذويها، لتتكفل عائلة ريماس بكافة إجراءات السفر وتكاليفها لتكون كبقية البطولات والجوائز للمتسابقين العراقيين خالية من أي دعم مادي أو معنوي. يؤسفني أن الدول البقية اللي محصلة على المركز الثالث أو الثاني كان اهتمام الدول بهم كلش كبير وفرحة كبيرة لهم، مع العلم احنا حصلنا على المركز الأول والشامبيوم والسوبر شامبيوم، ومع ذلك يعني ما لقينا ذاك الاهتمام مع الأسف. يعني مع الأسف، وطبعا هو هذا مو بس إنه يعني المسابقة، حتى الرياضيين اللي بكل الجوانب احنا المفروض نلاقي فالدعم على مود هذا الدعم معنوي قبل لا يكون مادي، على مود هذه النماذج الموهوبة تواصل مسيرتها لبناء هذا البلد. 7-2-4-6-3-5. لكل مجتهد نصيب، ونصيب ريماس تفوق يختلف طعمه عن النجاح، فهو حصيلة اجتهاد شخصي ودعم مستمر من أبويها. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.